إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا البحثي العلمي المتجدد من برنامج حوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع كما جرت العادة نقدم لكم مادة علمية بحثية جديدة، وفي هذه الحلقة سنقترب من ابتكار تسجيل أنسب زاوية ميل لتنصيب خلايا الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، وتحديد نوع الغبار ومكونه المورفولوجي وتأثيره على منظومات الطاقة الشمسية في عمان، وكذلك تطوير برنامج حاسوبي قادر على تحديد أنسب منظومة للطاقة الشمسية. تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذا الابتكار العلمي. مرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بالدكتور حسين بن كاظم الوائلي من جامعة صحار، وهو صاحب هذا الابتكار العلمي الذي يدرس أنسب زاوية ميل لتنصيب خلايا الطاقة الشمسية في سلطنة عمان وموضوعات متصلة بهذا الابتكار. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في هذا الحوار مع الدكتور حسين. أهلا ومرحبا بكم دكتور حسين معنا في برنامج حوار مع باحث. السلام عليكم، مرحبا، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. وعليكم السلام، حياكم الله دكتور، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البداية نود من خلالك أن نعطي المستمع الكريم فكرة عامة لهذا الابتكار. طبعا الابتكار هو نتيجة لمنحة بحثية من مجلس البحث العلمي العماني، وتبعتها عدة منح أخرى. نعم. كانت المنحة الأولى هي بها عدة أهداف. الهدف الأول كان دراسة المنظومات الشمسية المختلفة عن المتحركة. معنى ذلك دكتور أن هذه المنحة كانت قبل دمج مجلس البحث العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. نعم نعم نعم، كانت هذه المنحة الأولى. نعم. وبعد ما دمجت مع الوزارة أيضا حصلنا منح ثانية علشان تكمل الشغل هذا، لأن هو شغل ما يتعرف الشغل البحثي ما يخلص، ودائماً أكو أشياء جديدة نضيفها. فالمنحة الأولى كان هدفها الأساسي هو دراسة أداء المنظومات الشمسية المختلفة الثابتة المتحركة المربوطة بالشبكة المعزولة الهجينة،
ومعرفة كيف تتصرف في عمان، لأن هي كيف تتصرف في دول ثانية سواء في الغرب أو في الشرق معروفة، بس كيف تتصرف بعمان؟ طبعا قد يتساءل البعض أنه في دراسات سابقة عن هذا الموضوع في عمان، بالتأكيد الباحثين ما شاء الله اشتغلوا كثير قبلنا، لكن من يصير التوجه على مستوى رؤية، على مستوى استثمارات كبيرة، على مستوى أن يوصلون في الإنتاج، الإنتاج من خلال الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية في عمان إلى 10 أو 20 أو 35 إلى 39% من الإنتاجية من الخلايا الشمسية وغيرها الرياح. فهنا نتكلم عن استثمارات كبيرة يحتاج دراسات تفصيلية معمقة حتى تؤدي إلى الاستناد إليه، يؤدي إلى نجاح هذه المشاريع. فلذلك احنا بدينا في البداية بهالاتجاه، تحديد عناصر التصميم الأمثل، ومن أهمها هي حقيقة العناصر الاقتصادية والفنية. واحد من العناصر الفنية اللي ذكرتها حضرتك بالمقدمة اللي هي زاوية الميل، اللي احنا نسميه التلت انجل، الاورينتيشن، اتجاه التكنولوجيا، شنو انواع الافضل للتكنولوجيا لاستخدام في عمان. وهذا طبعا حقيقه كان لنا بها السبق، لانه زاويه الميل الامثل ما كانت محسوبه في عمان، فاحنا من حسبناها. طبعا تعرف زاويه الميل مرتبطه بالموقع الجغرافي، ومن تنحسب مره وتطلع الزاويه الامثل بعد ما تتغير، هتبقى العمر كله يعني تبقى مع مرور الوقت، لان ما يتغير الموقع الجغرافي. فكان إنه سبق في قضايا وضع الأساسيات لقضايا التصميم الأمثل للمنظومات الشمسية في عمان. كل الشركات اللي تدخل في القادم من الأيام، في اللي دخلت بعد نتائج بحثنا، زائد اللي راح تدخل في المستقبل، المفروض تكون ماشية بهذا الاتجاه، ماشية على أساس التصاميم اللي إحنا وضعناها. نعم. طيب نود أن نقترب من بعض المصطلحات دكتور الواردة في عنوان ابتكاركم. فبدءاً، ما المقصود ب زاوية ميل تنصيب خلايا الطاقة الشمسية؟ طبعا هو زاوية ميل هي هذه وحدة من أصل مجموعة عناصر يحتاجها اللي يستثمر في مجال الطاقة الشمسية، الخلايا الشمسية، أنه يستخدمها علشان ينصب ويصمم منظومة الشمسية. شنو زاوية الميل؟ زاوية الميل أنه الخلية الشمسية من نضعها، إما تضعها بشكل أفقي أو تضعها بزاوية حسب موقعك من خط الاستواء. إذا كنت في الجزء الشمالي تنظر إلى الجنوب، أو خلينا نقول يعني من الجنوب، وإذا كنت بالقسم الجنوبي تنظر إلى الشمال. فإحنا بما أن عمان هي صايرة في القسم الشمالي، إذا تنظر للجنوب. بس قد الزاوية اللي نطمئن معها أنه نحصل على أكبر قدر من الإشعاع الشمسي، وبالتالي نولد أكبر قدر من الطاقة. هذه اختلافها طبعا ما كانت محددة قبل ما نبدأ بحثنا في عمان. والشركات اللي كانت تدخل لعمان من تشتغل تستخدم زاوية الميل الموجودة أو التقريبية الموجودة في بلدانهم، مثل يجي من كوريا، يجي من الصين، يستخدم ما في بلده أو تقريبية. لكن احنا وضعنا الأمثل، طبعا هي مو بس فيها، هذا قد تكون واحدة من الأشياء المهمة والمميزة، بس أشياء كثيرة تقنية تم وضعها، كذلك أشياء اقتصادية، لأنه يعني المشروع الشمسي من يصير استثمار به، الهدف مو بس إنه نولد، الهدف إنه نسترجع المبالغ اللي صرفت على المشروع مع الأرباح في أقرب فترة زمنية. كل ما يكون تصميمنا أمثل، كل ما نقلل الفترة الزمنية اللي نسترجع بها المبالغ اللي صرفت، ويبدي عملية جني الأرباح. فلذلك إحنا هذه وجدناها. زائداً من ضمن أهداف المشروع الأول كان أنه أيضا نضع برنامج حاسوبي متطور بخوارزميات ذكية تستطيع أنه توجد لنا التصميم الأمثل، يعني مقارنة مع ما موجود في السوق العالمية سواء البحثية أو العلمية أو الأكاديمية للتصاميم، وبالفعل وضعناها. زائدا النقطة الثالثة اللي كانت من أهداف المشروع هي تطوير الكفاءات العمانية في هذا الاتجاه. تعرف حضرتك البلد متوجه باتجاه الطاقة الشمسية، واحد من أهم يعني استخدام الموارد اللي هي جزء من الرؤية 2040. فلذلك تطوير الكفاءات من خلال الطلبة ومشاركتهم في هذا النوع من المشاريع كان مفيد جدا. هذا كان المشروع الأول، وفتح لنا الباب وأفاق جديدة لأن نجيب منح بحثية أخرى ونبني على ما بدينا به منها الغبار وغيره. نعم. طيب دكتور، ماذا عن المصطلح الآخر الوارد في عنوان هذا المشروع البحثي، وهو نوع الغبار ومكونه المورفولوجي وتأثيره على منظومات الطاقة الشمسية في عمان؟ نعم، مثل ما تعرف حضرتك احنا في المناطق منطقة مجلس التعاون الخليجي، البلدان هذه فيها أراضي كثيرة وبها شعاع شمسي عالي،
لكن هناك آفتين ضر في استثمار في مجال الطاقة الشمسية، الخلايا الشمسية. شنو هاي الآفتين؟ واحدة منهم الغبار، هاي رقم واحد، وثانية ارتفاع درجة الحرارة. الغبار هو من يجي يغطي الخلية، نعمل تغطية للخلية يمنع وصول الضوء، ومن يمنع وصول الضوء يقل إنتاجية، وهذا نعكس اقتصاديا على أنه الخسائر في الكلفة، ارتفاع أسعار الطاقة اللي نولدها من خلال الخلايا الشمسية، وهذا كلها مضر. بالإضافة إلى أنه الغبار مو بس أنه يمنع وصول الضوء إلى الخلية، لكن يسوي مشاكل كثيرة ثانية من قبيل مثلا التخديش الخلية، ويعني التقليل من عمرها الافتراضي، مثلا يجمع حرارة ويسوي نقاط ساخنة في مكانات يضرب بعض الخلايا، وبالتالي يضرب باللوح الشمسي كله وممكن بالمصفوفة الشمسية. لذلك ركزنا على الغبار، ردنا نعرف ليش، لأنه هذا الحقيقة واحدة من المشاكل اللي تعاني منها المنطقة. يمكن المملكة العربية السعودية بدأوا دراسات الغبار من ستينات القرن الماضي، ولحد الحين لا يزال أكو بحوث كثيرة. إحنا الحقيقة ركزنا على الشمال العماني، المنطقة الشمالية، وبالضبط تقريبا بدينا من شناص إلى حد تقريبا أبعد شوية من مسقط. هاي المنطقة على اعتبارها منطقة كثيفة، بها معظم يعني 55% قد يكون من الشعب العماني ساكنين فيها، زائدا بها مناطق صناعية كبيرة من قبيل صحار، منطقة صحار الصناعية، منطقة الرسيل في مسقط. فبالتالي هذا المكان مكان مزدحم، يعني استهلاك الطاقة به عالي. فأيضا من ضمن الأشياء اللي اكتشفناها أنه الغبار نوعيته مو بالضرر الكبير اللي موجود في المملكة العربية وفي الإمارات العربية المتحدة. من خلال مقارناتنا طبعا مع الدراسات اللي أجراها باحثين من تلك في تلك البلدان، وشفنا أنه الغبار، نوع الغبار اللي موجود في منطقة الشمال العماني، حقيقة تأثيره مو بالقوة اللي موجودة في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية. احنا من درسنا الغبار درسنا الخصائص مالته من قبيل مثلا نوع الغبار، حجم الذرة مال الغبار، شكلها، نعومتها وخشونتها، عملية تساقطها على الخلية، سرعة تساقطها على الخلية، شنو المواد اللي ممكن نستخدمها للتنظيف، شنو قد الفترات الزمنية بين تنظيف وتنظيف، شنو علاقته بالتصميم الأمثل اللي كنا احنا سويناه بالمشروع الأول. فهذه كلها ادتنا الى استنتاج مهم جدا، ان هذه المنطقة الشمالية قد تكون افضل منطقة مو فقط في عمان بس بالمنطقة مجلس التعاون الخليجي، لانه تحد جبال الحجر من هنا، تحد من جانب ثاني تحد البحر. فبالتالي هاي المنطقة منطقة طبعا بيها ميلان باتجاه البحر، يرطب الاجواء، يخفف درجات الحرارة، يخفضها، وهي هاي المشكلة الثانية. زائدا الجبال الحجر تمنع هجوم العواصف الغبارية من الصحاري باتجاه هاي المنطقة. فلذلك كانت دراساتنا بالغبار دراسات جدا مهمة، والنتائج اللي حصلنا بها حقيقة كانت مفيدة جدا. طيب دكتور، أنت لك عدد من الإنجازات البحثية الكبيرة خلال الفترة الماضية، أكثر من 33 ورقة بحثية في مجلات بحثية مصنفة ضمن فهارس عالمية، وكذلك أسهمت مشكورا في تسجيل براءة اختراع ونشر النتائج في مجموعة من الكتب، وتدريب مجموعة من الطلبة العمانيين. لكن تحديدا في هذا المشروع الذي اقتربنا من خلاله معك مع المستمع الكريم، ما أبرز النتائج التي من الممكن الحديث عنها في دقيقتين دكتور؟ الحقيقة احنا ما كنا مفكرين انه نجني نتائج البحث عن طريق الابحاث، يعني هو كان هدفنا، كان هدفنا ان نوصل لنتائج علمية تكون مفيدة للبلد ومفيدة للطلبة. بس هو بالتأكيد الجهد ما يضيع دائما، من يبذل الانسان جهد اكيد يكافئ. فمن ضمن النتائج اللي طلعناها استطعنا نشر ابحاث، قد تكون هاي 33 بحث كانت طليعة الابحاث اللي نشرت من المنحة الاولى، ولا واقع عن المنحة الاولى وصلنا الى 70 بحث نشرنا كتاب في وقته وبراءة اختراع، وحصلنا عدة جوائز، من ضمنها مثلا جائزة واحد من أفضل 5 مختبرات على مستوى العالم مجلس العالم للطاقة عام 2014، جائزة رائد الطاقة المتجددة من أيضا مجلس العالمي، ذيك الأولى في كانت في المملكة المتحدة، الثانية كانت في إندونيسيا، من مملكة البحرين أيضا حصلنا على سفير الطاقة جائزة أيضا هاي 2016، 2018 حصلنا على جائزة تميز البحثي في مجال الطاقة. وحقيقة
عدة جوائز. قد تكون آخر جائزتين حصلناها هذا العام هي الجائزة الذهبية، ميدالية ذهبية في معرض الإبداع والابتكار في ماليزيا شهر 8 والجائزة الثانية كانت في أكتوبر يوم 12 أكتوبر أيضا معرض الابتكار والإبداع، وحصلنا بجائزتين حقيقة من مجلس البحث العلمي التايلندي ومن من 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 ماليزيا أيضا معرض الابتكار الماليزي. فالحقيقة هو أنت كل ما تشتغل كل ما تعطي للعلم كل ما هو يعطيك، والأكيد الفوائد أيضا هذه انعكست على المجتمع العماني كصحار على أقل تقدير. يعني كنا نعمل على توعية المجتمع بأهمية الطاقة وكيف تعاملون معها. فيعني هذا قد يكون مختصر على الأشياء اللي يعني كانت نتائج للمشاريع هذه المتسلسلة في مجال الطاقة. نحن نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وبإذن الله تكلل مشروعاتكم البحثية بمزيد من التقدم. أنا أشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث الدكتور حسين بن كاظم الوائلي من جامعة صحار، واستعرضت معنا ابتكارك حول تسجيل أنسب زاوية ميل لتنصيب خلايا الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، وتحديد نوع الغبار ومكونه المورفولوجي وتأثيره على منظومات الطاقة الشمسية في سلطنة عمان، إضافة إلى تطوير برنامج حاسوبي قادر على تحديد أنسب منظومة للطاقة الشمسية. شكرا لكم دكتور وبالتوفيق. شكرا لكم على الاستضافة. والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاؤنا بكم يتجدد الأسبوع القادم. إلى الملتقى. حوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي. الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.